هذا ويخوض رئيس الوزراء السابق الفرنسي فرانسوا فيون جولة إعادة لنيل ترشيح حزب المحافظين لانتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الاثنين المقبل. ويرى متابعون أن حظوظ فيون في نيل الترشيح مرتفعة بعدما حظي بتأييد من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ويتنافس فيون مع رئيس وزراء سابق آخر هو ألان جوبي، وتشير مؤسسات استطلاع الرأي إلى أن الفائز له مكان شبه مؤكد في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الربيع المقبل. في ظل اضطراب أحوال اليسار تحت عهد الرئيس فرانسوا أولاند الذي تدنت شعبيته بشكل كبير.